في الصيف نسمع برشا على الحرائق اللي تجتاح المناطق الفلاحية. بيرم كان واحد من الضحايا متاع الحرائق هذه. اليوم ومنذ شهر جوان يعاني في تبعات حريق صار في الفيرما بتاعه. هذه مكالمة هاتفية مع المعتمدية. هو فلاح تضرر مؤخراً في شهر جوان في الصيف من حريق في الثانية متاعه. الموضوع يتجدد في تونس كل صيف، الحرائق في المناطق الفلاحية واللي تتسبب في خسائر كبيرة. هيدي طريق العيفة من منطقة منزل بوزلفة في ولاية نابل. كان عنا موعد مع بيرم فلاح أبن عن جد، واللي في العام اللي فات تعرض لخسائر كبيرة، خاصة أنه ما قامش بالتأمين على أرضه. حريقة كلات يمكن الاستيماسيون بتاع الحماية المدنية أبري 40-50، ما بين 40-50 هكتار. يعني مش أنا المتضرر الوحيد، عندي جيراني لهنا الفلاحة، صغار الفلاحين اللي عنده نص هكتار، اللي عنده هكتار، اللي عنده هكتارين، كل واحد وحجم الضرر اللي تعرض له. الأسباب هي الإهمال متاع الأخيان الفلاحين. عندي جاري فلاح يشعل في يحرق في الأوساخ وفي في الصيف، في قلب الصيف، والنهار اللي صارت فيه الحريقة كان فما شوية هواء وما فما حتى حد في الثانية، هو شعل حرقوا شوية أوساخ وخلاه وطفوا كما جات النار وخرجوا من الثانية. حكاية نص نهار غير درجين ديكلونشيت كل هواء معناها حرك خدم شوية النار من اللوطة، عاودت شعلت شدت له في السرو اللي عاملينه احنا بريز فون الفلاحة، نعمل ندوره بكلوتور متاع الثاني، النار شدت له في السرو ومن غاديك صرحت في السواني اللي بجنبها. الخسائر مست قرابة 700 شجرة من الأرض، حاجة أثرت برشا على حياة بيرم. عندي انستالاسيون متاع الجوتاغوت متاع الري، عندي الكلوتور الجرياج اللي تحرق اللي صايي فوتو ولا يتلوح ما عادش نجم تستعمله، البريز فون اللي دايره بالثانيه، بعد نجيو للاشجار اللي اغلى من الفلوس، العود الشجره اللي فيها تاريخ البلاد وفيها تاريخ العائله وفيها معناها جدودي زارعينها وتعبوا عليها وبابا يرحمه وعمومتي إلى آخره. بعد جيت الجيل متاعي أنا، معناه هذاك اللي ما يقدم معناه لا يقدر بثمن. من أكثر الحاجات اللي أثرت زاد على بيرم تجاهل السلطات للمشكل هذا، كأنه ما يعنيهاش بالكل. تبعت لين سيه سلمت سيه زيد بي الخطوة الأولى اللي أنا عملتها، ولا مشيت للسلطات الأمنية معناها شكيت بالسيد اللي تسبب بالإهمال متاعه في الحريقة ذي في الكارثة هذه، ومانيش وحدي، ما إلى جانب نقولوا احنا جروب ثلة معناها يمكن 15-20 فلاح من المتضررين. أي بيان سور مشينا قدمنا قضية عدلية، هو تعدى السيد اللي في بالي بيه تعدى للمحكمة في حالة صراح، ومن بعد رجع معناه لاستكمال الأبحاث، ومن وقت الأبحاث إلى يوم الناس هذا ما زلت ما كملتش. حتى بعد ما رفع قضية بيرم ما يشوفش في حل مشكلته اللي أيس تقريب منها. نقطة أخرى مشينا احنا عملنا اجتماعات مع المعتمدية، هو معناه مشكور سيد معتمد استقبلنا وعملنا مش اجتماع مش اثنين مش ثلاثة في سبيل باش نشوفوا حلول وكذا، وعاوننا وسهل لنا برشا حكايات الحق متاع ربي، فهمتني. اتبقينا ما وصلنا لحتى قرار ولا لحتى حل معنا جذري للفلاحة، لأن العباد معنا منهم أنا بشوية الواحد برد والواحد زايد معنا يقس سيبان، أنا في ثانيتي نخدم على روحي وكهو السلام عليكم. مشيت للمندوبية بون سامحني، هو ما جاو مش احنا مشينا للأمانة معناها، جاو عملنا اجتماع في المعتمدية يحكيوا على دعم باهي متفاهمين معناها حاجة باهية على الأقل فما شوية اسبوار.
اي لكن دعم باش يقول لك هو القانون نتاع الدعم يقول لك تصرف انت والدوله من بعد ترجع لك باه. وصغار الفلاحين اللي ما عندهمش الكابيتال اللي باش يحطوهم من الاول، انا واحد من الناس مش مقدره باش نعاود معناها نغرس مقدره ب 15 مليون ابري دي ما نحكيها باهي. 15 مليون انا مش نجيبهم باش من بعد ترجع لي الدوله 50% ولا 60%. فهمت الاشكال اخي؟ انا كيفاش خدمتها؟ انا باش خدمتها مو بالفلوس، حاط معنا مستثمر فيها مشتلة وأسمدة وستيق الماء صيف كامل، ماك تعرف البرقدان يحب الماء صيف كامل والماء معناه يدور وكذا، هاي هذيك كلها مصاريف. وقت التصوير كنا اتصلنا زيدة بمندوبية الفلاحة بنابل لكن من غير جدوى، وقعدنا برشا نسمعوا في موسيقى الانتظار. بعد التصوير نسقنا مع المندوبية باش ناخذوا موعد للإجابة على الموضوع، لكن عرفنا أنه ماهيش الجهة المؤهلة لهذا، وأنه من الأحسن الاتصال بالصندوق التونسي للتأمين التعاوني دون جدوى كذلك. وللحديث بقية. احنا معاك برنامج متفتح على قصص نجاحكم، على الصعوبات اللي تعترضوا لها في مشاريعكم، ولا على افكار واحلام ما نجمتوش توصلوا لها. اكتبونا على الباش فيسبوك احنا معاك، ولا بعثونا باقتراحاتكم على الادرس ميل احنا معاك @الحوار.ان. وما تنساوش احنا ديما معاك.